السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نروح للمين ونعمل اخر خطوة في الموضوع. موضوع بسيط يا جماعة، بس ايه يعني الفيديو طويل شوية عشان خاطر بس تفهموا كل حاجة بالظبط. دلوقتي هنعمل بقى، نخش على المين. دلوقتي احنا الريسايكل فيو اللي احنا عاملينه في المين اكس ام ال ده كان ايه؟ هو عبارة عن فيو عادي جدا. طب احنا دلوقتي لما بيكون عندنا فيو في الاكس ام ال وعاوزين نتعامل معاه في المين اكتيفيتي كنا بنعمل ايه؟ فايند فيو باي اي دي. طبعا انا نسيت اعمل هنا اي دي، فنكتب الاي دي بسرعة بتاعه. اي دي نسميه ايه؟ نسميه ريسايكل. تعالوا بقى نروح على المين اكتيفيتي. تمام، يلا بقى نعمل ايه؟ نربط الاكس ام ال بالجافا اول حاجة اللي هي بتاعت ريسايكل فيو دي، بعد كده نشوف كل واحد عاوز ايه. ريسايكل فيو نسميه مثلا ايه؟ نسميه ار في. تعالوا ننزل تحت، ار في يساوي find view by id r dot id dot recycle. تمام كده جدا. يبقى ال rv بيساوي ايه؟ احنا كده جبنا recycle view. هنبتدي بقى يعني الحاجات اللي احنا عمالين نعملها كل ده عشانه نديها له بقى عشان يبتدي يستخدمها، ونكون كده خلصنا ورن البروجكت. اول حاجة احنا ال rv ده تعالوا اكتب لكم بس الميثود بتاعته اللي احنا هنستخدمها، وبعد كده نعمل الحاجات اللي هنحطها. اول حاجه الار في قالك انا دي الحاجات اللي انا بكتبها دي الزامي، يعني لازم تعملها غير كده مش هيشتغل. دوت سيت ادابتر، هو اول حاجه عاوز مني ادابتر اهو، قال لك انا عاوز حاجه نوعها ادابتر. تمام، بعد كده ار في دوت سيت لي اوت مانجر، هو عاوز لي اوت مانجر اللي احنا قلنا بيهندل الموضوع اهو. عاوز حاجه نوعها ايه؟ لي اوت مانجر، نوع من الكلاس ده، يعني هنحط له اوبجكت نوعه لي اوت مانجر. هنشوفه دلوقتي يا جماعه. بعد كده ار في دوت سيت فيكسد سايز، ودي نديها ايه؟ ترو. طب ايه سيت فيكسد سايز دي؟ قال لك عشان خاطر بتحافظ لك على السايز بتاعنا، يعني دايما الريسايكل فيو طولها وعرضها ثابت ما بتتغيرش. وبرده اصلا هو يعني إيه الميثود دي احنا مدينها ترو، هي هو من جوه اصلا في كلاس ريسايكل فيو الكبير بيبني عليها حاجات من جوه، الحاجات دي بتحسن لي في البرفورمانس بتاعت ايه؟ بتاعت ريسايكل فيو. كده تمام جدا. احنا يبقى كل دول كده ريسايكل فيو عاوز، طبعا برده دي اختياري براحتك، احنا عاملينها عشان نحسن من البرفورمانس بتاعتها. يبقى هو دلوقتي عاوزه مني ادابتر، عاوزه مني اوبجكت من الادابتر، وعاوزه مني ايه؟ اوبجكت من الكلاس ده. طب يلا نعمل اوبجكت من الادابتر، احنا كنا مسميه من الكلاس بتاعنا ايه؟ ادابتر. ادابتر نسميه ادابتر يساوي نيو ادابتر. طبعا هو هنا يعمل لي ايرور اهو، بيقول لك انا عاوز منك الري ليست. الري ليست النوع دي نوع داتا كلاس، فاحنا هنروح نعمل الري ليست. فاكرين لما قلت لكم احنا هنقعد نملى الري ليست بتاعتنا بصفيه وعبد الرحمن وكده، لما قلت لكم احنا نعمل كده في المين؟ اي بصوا هي بقى اللقطه دي، يلا بينا نعملها دلوقتي. ان احنا هنبتدي نملى الري ليست بتاعتنا ونديها للادابتر، ويبتدي الادابتر بقى هو ايه؟ يتعامل من جوه ويجيب الشكل الصندوق اللي هو بتاع الفيو هولدر، ويحط فيه الداتا المناسبه من الري ليست ويحطهم على الريسايكل وهكذا. تمام. تعالوا بقى نكريت الري ليست ونبتدي نحط فيها. طب الاري ليست نوعها ايه؟ احنا قلنا هنخزن جوه داتا، الداتا دي نوعها ايه؟ داتا كلاس اهو، نسميها مثلا داتا يساوي نيو نعمل من الاري ليست. تمام. طب لو في حد مش عارف الفرق بين الاري والاري ليست، الاري ليست الاري قصدي فيكسد. يعني ايه فيكسد؟ فيكسد سايز. يعني هنا ايه دلوقتي؟ اول ما بتكريتها بتقول لك معلش انا عاوز منك السايز، انا 5 هفضل طول الوقت 5 ما بتغيرش. طب ما كان مثلا الاري ليست، لا هي اصلا دلوقتي هي طلبت مني اصلا السايز بتاعها، لا هي سابتك براحتك. وبنبتدي بقى هي دايناميك، يعني ايه؟ يعني هي مرنه، ممكن تحط فيها اللي انت عاوزه. احنا دلوقتي هنحط يعني 3 هنحط 4 زي ما احنا عاوزين بمزاجنا، يعني فاهميني بالظبط كده. تعالوا بقى نبتدي نحط الداتا بتاعتنا جوه الاري ليست. اول حاجه هنقول له الداتا دوت اد. طب ماشي، هنضيف فيها ايه؟ اهو هو كاتب لك احنا عاوزين اوبجكت من نوع داتا كلاس، هو
هو ده اللي هي عاوزاه. يعني انت لو هتحط اد تحط مني ايه اوبجكت، زي ما احنا مثلا لو احنا عاملين اري ليست نوعها انتجر، يبقى انا كل ما هضيف عاوز حاجه نوعها ايه، نوعها انتجر. ما ينفعش مثلا انا قايل له انت انتجر واجي في مره اقوم حاطط له مثلا إيه تكست مثلا خديجه، لا ما ينفعش، لازم ايه، لازم كله يبقى ايه انتجر. هنا برضو ايه، انا قايل له انت نوعك داتا كلاس، فهو كله منتظر مني ايه اوبجكت من الداتا كلاس. تمام. طب احنا دلوقتي يا جماعه هعملها لكم مره مختصره ومره مفصله عشان الناس ما تتلخبطش. هنروح نعمل اوبجكت من الداتا كلاس بتاعتنا، داتا كلاس دي 1 مثلا نسميه نيو يساوي نيو داتا كلاس. طب ماشي اهو، قال لك انا عاوز اول حاجه منك انتجر، بعد كده حاجه نوعها سترينج، حاجه نوعها انتجر، وحاجه نوعها سترينج، وبعد كده حاجه نوعها سترينج. الانتجر دي اللي هي الصوره دوت اي دي دوت الصوره اللي هي، لا يا ربي، ار دوت درابل دوت الصوره اللي احنا كنا خدناها اللي هي بلاك 24 دي. تمام. بعد كده الاسم مثلا خديجه، الرقم اي حاجه مثلا 011 اي حاجه. تمام. كده ده الاوبجكت. اروح بقى انا فين، انا كده عملت اوبجكت دي واحد، او مدي هنا دي واحد بس، يبقى انا كده ضفت خديجه دي فين، ايه في الليسته بس. فاحنا بقى اختصارا يعني هنعمل ايه دلوقتي، داتا دوت، انا وريتها لكم عشان خاطر بعد كده اعملها باختصار بسرعه. هنيجي هنا نقول نيو داتا كلاس على طول يعني، فاهمين، اختصرناها. ار دوت درابل دوت 24 علامة، نكتب ايه مثلا، ايه صفية، عاوز ايه تاني مني، عاوز سترينج، امال ايه ليه في قوس، تمام. اي بقى ارقام بسرعه كده وخلاص، نعمل بقى كوبي من من الاد دي وخلاص، عشان ايه، خلاص انتوا فهمتوا الطريقه، اللي تعملوا بدي لا تعملوا بدي زي ما انتوا عاوزين. مثلا هنضيف كده، اضيف لكم مثلا ايه، هخليهم 7 عشان لما نيجي الرن تبقوا شايفين الفرق، هتشوف قصدي ان هو كتير يعني. احنا عمالين نعمل كوبي من غير ما نكون اصلا حاطين سيمي كولون. بس كفايه كده. تمام، دي كده الليسته بتاعتنا. هو بس عشان البرنامج مهنج شويه، كان زمانه عمل لنا ايرورات قد كده على الحاجات اللي احنا عاملينها دي، ومش مدينا الكونستراكتورات بتاعتها. دلوقتي الادابتر عاوز مني، عاوز مني الليسته، الاري ليست بتاعته، فاحنا هنديها له اسمها ايه، اسمها داتا بس. وهنا ده بيقول لي انا عاوز ادابتر، هديهوله لان لسه عامله. بس تعالوا بقى نروح للي اوت مانجر، وايه موضوع اللي اوت مانجر ده. اللي اوت مانجر ده كلاس، تعالوا نكتبه سايكل فيو دوت اللي اوت مانجر، نعمل منه ده كلاس عادي جدا، بنعمل منه اوبجكت. طب هو عاوزه في ايه، زي ما قلنا ان اللي اوت مانجر ده الاوبجكت اللي هو الريسايكل عاوزه، هو اللي بيهندل جوه كل العمليات، وبيشوف امتى يستدعي الاون كرييت وامتى يستدعي الاون بايند، بيظبط يعني ايه الشغل جوه وجوه الادابتر. ما كل دول في الاخر يا جماعه بيشتغلوا مع بعض، مش منفصلين بقى خلاص، كله بقى شغال مع بعضه. فهو دلوقتي ايه، اللي اوت مانجر ده هو المانجر بتاع الموضوع، هو اللي بيدير كل ده. تمام. تعالوا بقى ايه، نيو دلوقتي ده اوبجكت من ايه، من كلاس اسمه لي اوت مانجر. طب تعالوا نكمل نشوف هنعمله ازاي، وهفهمكم برضو ليه عملناه كده. لينير لي اوت مانجر هنديله زيس بسرعه بقى. احنا كده دلوقتي ليه بنعمل اوبجكت بالشكل ده، لما تلاقي نفسك عملت اوبجكت بالشكل ده يعني نفهم كده على طول ان لينير لي اوت مانجر ده ما هو الا ايه، ده كلاس وارث من الكلاس الكبير اللي هو ايه، اللي هو لي اوت مانجر ده. لي اوت مانجر هو جوه ريسايكل يعني، فهو جواه اصلا. فممكن عادي لما يكون واحد وارث من، يعني ممكن انت تعمل اوبجكت من ابن وتخلي اللي بيشاور عليه ايه، الاب، حاجه نوعها من الاب يعني، تخلي اللي بيشاور نوعه اب عادي براحتك. ده بيفيدك لو انت عامل ميثود، لو في جوه الابن ده ميثود اوفررايد، بعد كده الاوبجكت اللي هو اي ام ده لما تيجي تستدعي الميثود اللي هي موجوده في الاب وموجوده في الابن، هيستخدم الميثود اللي موجوده في الابن.
فاهميني؟ دي لقطه هو بيها عادي، لو مش عايزين تفهموها براحتكم، المهم ان انتوا تكريتوا الاوبجكت تكريتوه بالشكل ده. طب استفدنا ايه لما قلنا لينير لي اوت وايزس اللي انا حطاها دي؟ هفهمكم دلوقتي. لينير لي اوت دي انا بقول له خلي الليسته بتاعتنا، مش انت المدير، خلي الليسته بتاعتنا لينير. يعني ايه خليها لينير؟ يعني خليها، خلي العناصر كلها لينير تحت بعضها كده وخلاص. هي عامه فيرتيكال، عامه هي عموديه باي ديفولت كده، احنا ما هدفناش فيها حاجه، فهي عامه هي ايه ورا بعض. طب انا عاوز اعملها هوريزنتال، هعمل ازاي؟ طبعا هي زيس بتاخد مني الكونتكست، هي بتقول لك طب انت عاوز تعرض الريسايكل فيو بتاعتك دي او الليسته دي انت هتعرضها فين؟ فانا بقول له زيس في الاكتيفيتي دي، لان انا اصلا احنا عاملين فين الريسايكل فيو بتاعتنا، في المين اكتيفيتي، احنا عاوزينها تتعرض هنا مش عاوزينها تتعرض في حته تانية. ممكن مثلا لو احنا عاملين اول صفحه في الابلكيشن مثلا في 2 بوتون بتدوس عليهم تروح للريسايكل، هتبقى نغيرها ساعتها، فاهمني؟ طب لو عاوز اعملها هوريزنتال، قال لك عادي هتيجي هنا تقول له ايه هوريزنتال، اهي تختارها وخلاص هيخليها لك هوريزنتال. يعني يعني ايه يا جماعه؟ يعني يعني افقي بالعرض كده، تبقى الريسايكل فيو ماشيه كده. فعارفين زي في الفيس، في اشخاص كنت تعرفهم طبعا، يعني بتلاقيها جايه لك كده في النص. تمام تمام انا دلوقتي عملت الاوبجكت من اللي اوت مانجر، ادي له بقى الايه، هدي للايه للريسايكل فيو بتاعي. اه في لقطه مهمه، ان انت مش لازم تعمل لينير اوت، انا مثلا مش عاجبني اللينير اوت دي شيلها، هنسميها ايه بقى؟ في حاجه عندك قال لك في نوع عندي اسمه ايه، جريد لي اوت مانجر. طب ايه يعني ايه جريد لي اوت مانجر؟ تعالوا نديه مثلا ايه، نديله زيس برضو مثلا، نديله هنا 6. طب ايه بقى جريد لي اوت مانجر ده؟ قال لك هو هو برضو، بس هو بيعمل ايه زي مصفوفه كده، بيديك مصفوفه. تعالوا مثلا نروح عند الصوره وفهمكم عليه. احنا دلوقتي هنا ايه، ده احنا قلنا لينير هما تحت بعض. طب التاني جراد لي اوت ده مصفوفه، يعني ايه؟ يعني هيعمل لك، احنا دلوقتي نقيله له 6. 6 دي عدد الاعمده، يعني هو يعمل ايه، صفيه وجنبها عبد وجنبها خديجه ويفضل هنا 6، خلص الصف الاولاني يقوم نازل على اللي تحتها وهكذا يعني يا جماعه. واحنا بنديله برده الكونتكست، وهنا 6 دي ايه اللي هي عدد الاعمده. تعالوا بقى نمسحها ونرجعها عشان عاوزينها تبقى لينير، مش عارفه هو عملهم رمادي كده ليه. نيو لينير لي اوت ذس، بس خلاص على كده. وبعد كده نديه لايه، نديه لل ندي للريسايكل فيو بتاعنا. طيب يا جماعه بعد كده الحمد لله ما خلصنا، دلوقتي بسرعه كده سريعا، الريسايكل فيو ده عباره عن فيو عادي جدا، احنا عملنا له فايند فيو باي اي دي في ال في الجافا في كلاس في الاكتيفيتي بتاعتنا بتاعت المين اكتيفيتي. وبعد كده الريسايكل فيو قال لنا انا محتاج ادابتر، اديناه له. بعد كده قال لنا انا محتاج ايه، انا محتاج كلاس لي اوت مانجر يظبط عرض الداتا عندي في الريسايكل فيو فيا، يعني اللي هو الريسايكل فيو، فعملنا له اوبجكت منه واديناه له. بعد كده جه الادابتر قال لنا انا عاوز الداتا بقى اللي انتوا هتعرضوها اللي هي الليسته دي، فاحنا عملنا له لسته وقمنا مديناها له بس. وابتدى الادابتر بيستدعي الفانكشن بتاعه بالترتيب اللي قلناه كده، الاون كرييت والاون بايند، ويبدا يظبط الموضوع ويعرض الداتا، واللي بيساعده في ان هو يعرض الداتا بالشكل اللي احنا عاوزينه اللي هو مين، اللي اوت مانجر. تمام تمام تعالوا بقى دلوقتي بس قبل ما رن اقول لكم على حاجتين. اول حاجه احنا رن على التليفون بتاعي وهو عربي، فلازم اعمل لها حركه ايه، لي اوت اونلاين بيرنت ليفت، عشان خاطر الريلاتيف زي ما اخدنا قبل كده ان احنا اول ما بنعمل فيها هو بيروح فين، بيروح على الستارت توب ستارت، يعني يشوف الستارت بتاعك فين ويروح على التوب. فانا الستارت عندي طبعا ايه يمين، فلا احنا عاوزينه يبقى ستارت ايه على الشمال عشان تشوفوا الشكل يعني، بس اتركوا عشان متستغربوش. تعالوا بقى نروح على المين اكتيفيتي، نزود كده شويه في الليسته بتاعتنا عشان تشوفوا حركه اللي هو ايه لو عملنا سكرول او كده يعني. مش هنعمل حاجه جديده، احنا ناخد برضو ده نعمل له كوبي بيست وخلاص. كوبي، موضوع بسيط جدا يا جماعه، جربوه في الاول بس هتحسوا انها في حاجات كتير بنعملها، بس بعد كده الريسايكل دي هتبقى بالنسبه لكم تافهه يعني. نزود 3 كمان مثلا، ده بس عشان عاوزه ان هو يكون كتير تقدروا تشوفوه، تشوفوا يعني ان البرفورمانس بتاعت ريسايكل فيو جميله. بس دلوقتي بقى يلا الرن.
طيب كده الحمد لله اهو منظر الريسايكل فيو بعد ما رن اهو. بصوا حرك فيها تمام كده تمام. بس حاولوا بقى كده الحمد لله خلصنا ريسايكل فيو، جربوه مع نفسكم وباذن الله تتعودوا عليه ويبقى سهل وبسيط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.